هلا للصعاب سيدي رمز البلاد المزيد. حياكم الله مشاهدينا، نحييكم في هاليوم الحقيقة الحصاد النهائي في مزايا جزيرة العطاء في دولة قطر. طبعا اليوم رايح يختلف الوضع 180 درجة، هناك تسليم بيارق، هناك تسليم نخب، هناك حفل ختامي مرتب، هناك فيه عروض، هناك شغل يعني على قدم وساق. الشباب ما شاء الله مثل ما شاهدوا وياكم شغالين على قدم وساق لإنجاح هالمهرجان اللي قضينا فيه حوالي شهر، كله فرحة وفوز وناسة وأسعار خيالية. اليوم طبعا راح يسلم برق البيارق الثلاثة، راح يتسلم كذلك أشواط النخبة، راح يتسلم كذلك أشواط الجمل 20، راح يتسلم هناك طبعا برنامج مليم بجميع الشيء الجميل اللي بتشوفونه في هاليوم. طبعا انتظرونا على بث مباشر في قناة العساس وعلى سناب العساس لتغطية هالمهرجان الجميل اللي إن شاء الله نشوفه كل سنة أفضل وأفضل من هالعام. مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا حيا يا مرحبا. الحمد لله ما رحت. مساك الله بالخير. يا مرحبا، مساك الله بالخير، مرحبا والله ومسهلا. طبعا وصلنا الى الحفل الختامي. اي أيوة والله والله ما شاء الله تبارك الله. عندك اليوم يا ابو علي والله عندنا والله نهني ربعنا وهنا وشقانا في قطر حكومة وشعبنا على هالمنجز التراثي الحضاري اللي مكتمل ما شاء الله تبارك الله، لا في الإعداد لا في الجوائز، من يوم بدأ إلى اليوم الختامي ما شاء الله تبارك الله. العام كان تطور باهر، السنة ذي أكدوا على كثير من الأنشطة والملتقيات الثقافية والأمسيات بجانب الأشواط اللي هي مرتكز جمعة المهرجان جزيرات العطاء. التحكيم أصبح على أرض الميدان أمام الجمهور، وهذه نقلة نوعية في التحكيم خصوصا في الجمل، ونقلة من تحكيم عام في الجمل إلى جولات تبين الأول إلى العاشر. فكل الأمور الحمد لله تبارك الله كلها في تطور، ونهنيهم بالوصول لليوم الختامي ما شاء الله. الله يوفقنا وياهم. الله أبو علي من المحللين ومن الإعلاميين اللي خدموا الموروث على مستوى الخليج، وبيض الله وجهك أبو علي. وجهك أبيض. طبعا شهادتنا فيك مجروحة، أنت من الرجال اللي والله نحن نقدرهم ونغليهم ولهم يعني تواجدهم المستمر. والله كذلك أنت أبو سيف، لكم جهود وحضور في عمان وفي الإمارات وفي السعودية. اليوم ترى القنوات اللي على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تشارك في نقل الحدث كامل، وأنتم تعتبرون في قلب الحدث في سواء في الإمارات ولا في السعودية ولا في أي دولة، وبيض الله وجهكم بعد. اليوم لنا تقريبا شهر وزيادة. إيه نعم. مع زملائنا العاملين ومع المنظمين ومع الإدارة اللي يقودها مهندس النجاح أستاذ حمد بن جابر. إيه نعم. شفنا منهم كل علم طيب، والحقيقة الإنسان لما تجلس مع هذه الفترة دي وتمشي والله أنك على ما قال. والله كلامك صحيح. يصير عندك مدة الفراغ إن شاء الله. صحيح. فرحة هاليوم الختامي وهالمنجز، و السيد حمد بن جابر العذبة رئيس المهرجان ورئيس نادي قطر له منا الشكر والتقدير، وجميع اللجان الفنية والإدارية والإعلامية. الحفاوة اللي وجدناها من دعوتهم إلى اليوم والله ما تستغرب عليهم، لكن فعلا الضيوف المشاركين، أيضا نظرة حمد بن جابر العذبة إلى جعل من مزين الإبل ملتقى خليجي، لحمة خليجية، تعارف، عشنا حتى أيام فرح أعياد دولة الكويت وكذلك التأسيس يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية. كل هالأمور جرت في 28 يوم، لكنها يوم من 28 يوم من التراث، من الاجتماع، من اللحمة الخليجية. فنهني رئيس المهرجان وكافة اللجان على النجاح، ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله نشوفهم السنة القادمة بنفس العطاء وبنفس التطوير ان شاء الله. شكرا لك يا ابو. شكرا لك، الله يطول عمرك.
جزاك الله بالخير يا ابو هلال. يا مرحبا وسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم الحفل الختامي وثمرة العمل اللي انتج يمكن فوق الشهر. نعم. شفنا فيه على ما قال كل ما ما يرضي الملاك ويرضي الجمهور ويرضي الناس اللي يخدمون المروج. طبعا ابو فهد من المحللين ومن الاعلاميين اللي لهم دور وجودكم في مهرجان ومزاين قطر يشرف ويجمل. طول عمرك. واليوم احنا في الحفل الختامي واشكر من قناتكم. شكرا. اول شيء الشكر لك لابو سيف على جهدكم في كل المهرجان. وجهدكم واضح ونعرف انكم تضغطون على انفسكم في بعض الاوقات، ولكن حرصا على النقل الواضح والراقي واللي احنا نحرص عليه ونتابعه، وانا اول جمهور. الشيء الثاني طال عمرك وجودنا اليوم في الحفل الختامي والعمل في مهرجان قطر للابل اضافه. كل شخص يعمل في هذا المهرجان سواء في لجنة التحكيم أو لجنة الإعلام أو لجنة التنظيمية أو اللجنة الفنية، جميع اللجان، جميع من عمل ظفر وتشرف بإضافة خبرة وشرف عمل وإتقان في إدارة مهرجان، لهم منا الشكر والعرفان. عملهم جبار. العام الماضي قلنا أنهم عمل عمل كبير، السنة هذه عملوا أعظم، ولكن مهمتهم السنة الجاية ما أدري وش عاد بيبدعون أكثر من الإبداع هذا، لكن هم قد المسؤولية وقد العمل الجبار اللي فاجئونا فيه دائما، وعسى الله يوفقهم. شكر لأخوي حمد بن جابر العذبة على الجهد والعمل اللي قام به، وجميع اللجان الموجودة الله يوفقنا وياهم، ومن نجاح النجاح، وله بغريبة النجاح عندهم في قطر، لأن قطر عندها مبدأ نجاح وغير النجاح النجاح، ما غير النجاح عندهم حاجة، ولا هو بغريبة اللي نشوف هذا. جعلك تسلم. مرحبا. احنا يشرفنا ظهورك معنا. جعل عمرك طويل. الله يطول عمرك ويسلمك. إن شاء الله نحن كذاب الحن وأنت والنشام والمصالح العام القادم في خير وفي عام جميل. بحول الله. غالي علينا جميعا. بحول الله تعالى. شكرا. جزاك الله بخير براد. يشك الله بالنور والسرور. يا مرحبا اللهم السلام. نهنيكم بهالحفل الختامي اللي إن شاء الله أنه من أفضل الحفلات، من أفضل المحافل اللي قد شفناها، يعتبر كرنفال خليجي عربي عالمي. الحمد لله على التوفيق. الله يسلم عليكم بدولة قطر. الحمد لله على التوفيق. اليوم في ختام المهرجان. نعم صحيح. ختام النهائيات اللي مشرفة. طبعا شفنا كل ما يرضي الملاك وما يرضي الجمهور ومتذوقين الموضوع تبيض الله. الحمد لله. هذا الغاية اللي راح احنا ندورها، وهذا الشيء اللي كنا طامحين له كأنا عضو لجنة إعلامية. والله ودي الكل فايز والكل طالع من هذه المنصة راضي. الحمد لله على التوفيق، وهذا شيء مدعوم من حكومتنا الرشيدة الله يبيض وجيههم على الدعم الموروث هذا، أحياء الموروث. ونهني أخواننا أهل مجلس التعاون على الفوز، ونتمنى مشاركتهم في السنين القادمة إن شاء الله بالأفضل والأزين إن شاء الله راح نقدمه لهم. ونشكر نشكرك أنت ونشكر قناة العساس الله يبيض وجيهكم، من أول يوم كنتوا معنا في هذا المهرجان، وهذا المهرجان ما هو مهرجان نحن، هذا مهرجان الخليج كله، ما سويناه ولا قعدنا في هالمكان إلا بخدمتهم، وهذا شيء نحب نقدم الشغلة لهذا هالحلال. بيض الله وجيهكم. وحن بدورنا كإعلاميين في قناة العساس وزملائنا الإعلاميين اللي ما شفنا منكم إلا كل علم طيب. الله يطول عمرك. هذا حق واجب. الله يطول عمرك. وأنتم في مكانكم، أنتم في مكانكم، ما بيننا يا حن، كلنا في مركب واحد نخدم هذا الموروث. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. وانا احب اشكر الاعلاميين من منبرك هذا، اشكر جميع اعلامي خليجي قطري على تغطيته، سواء جاء مهرجان قطر او في موجود عن بعد انه نزل شيء عن مهرجان قطر، انا احب اشكره شكر جزيل الشكر، والله يبيض وجهه والله يطول عمرك. الله وجهك. كلامك دائما وافي. الله يطول عمرك. كل الاعلاميين والله انا حبذتنا وانا جعل ربي يطول عمرك. جعل رب هذا حكم. والله انا هذا حكم. جعل ربي يطول عمرك ويسلمك. مرحبا. مرحبا يا اللي تحثون الركاب. الصدور اشرح نلقى على المريفة. الصدور اشرح نلقى على المريفة. من سواد الغيم كل نور هايل، لا يفكر في استلام أهل الوظيفة. أم قريب العز
لهذا المهرجان يعني نعتبره هو جزء نجاح في مهرجان جديد إلا تعالى بإذن الله رب بعد لحظات إن شاء الله أو أقل من ذات اللي هي بداية الصغر نقول أو بداية الصغر لهذه الليلة الخاصة بخبر المجد حلال الصعايب أنتم نجوم هذا المهرجان الله 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 يجزاك خير مرحبا عفوا مساك الله بالخير يوم حي الله يبارك أول شيء أهلي في البلد على أفكار الشارع الأعلى وعلى الدواب في الحديد وبيض الله وجهه واليوم طبعا الحمد لله والحمد لله والحمد لله نقول مرحبا بكم حاجة يسعدنا مرحبا يا اللي تحذون الركايب الصدور اشرح نلقى عن المريفة ما عتني من حمد ما بغرايب لا تجاوزنا الثقيلة والخفيفة عن جزيلات العطا ما هو